جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول إنني قبل أن يتوفى والدي ووالدتي كنت لا أعرف حقوقهما، وكنت ممن أغضب والدي، وقد مات والدي ووالدتي، فماذا أفعل بعد وفاتهما؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك بالتوبة والاستغفار والدعاء لهما والصدقة عنهما وبرهما، وإذا كان عليهما أو على أحد منهما ديون أو حقوق للناس فاجتهد في إبرائه ووفاء الديون والحقوق التي عليهما للناس، فإن هذا من البر، صدقة عنهما والدعاء لهما ووفاء الديون التي في ذممهما للناس، كل ذلك من برهما بعد الموت مع التوبة والاستغفار، لعل الله أن يخفف عنك ما حصل منك من الخطأ في حقهما.